السلام عليكم. اليوم نروح لولاية سطيف، بالضبط في مدينة سطيف، لنعرفكم على هذا الإنجاز الجميل والخاص بإنشاء مصحة متعددة الاختصاصات لمستثمر يعني خاص، مقاييس المعمول بها في ميدان الصحة. وأكيد هذا المنشأة الجديدة سوف تساهم في تطوير المنظومة الصحية على مستوى ولاية سطيف، يعني تقدم خدمات جديدة للمواطنين في الميدان الصحي. إذن هنيئا لبلدية سطيف ولولاية سطيف بهذا المصحة الجديدة اللي حسب الصور يعني بحجم كبير. وكذلك أريد أن أكد شيء يعني مهم جدا، أنه ليزيتابليسمون يعني المؤسسات الاستشفائية اللي عندها أسرة يعني تعتبر تسمى مستشفيات وليس من عيادات، لأن العيادة ما فيهاش الأسرة. هذا هو الفرق بين العيادة والمستشفى. المستشفى يتميز بأنه مكان الاستشفاء وفيه أسرة، عكس العيادات التي تقدم خدمات صحية بدون ما يكون فيها أسرة. هذا هو الفرق بين العيادة والمستشفى. على كل حال أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.